بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات موقع شروحات. سنتطرق في حلقة اليوم إلى شرح طريقة، أو بالأحرى هما طريقتين، لمنع المستخدمين والزوار من نسخ محتوى المدونة. وقبل المرور إلى الشرح، إن كنت من المهتمين بالحصول على دومين مدفوع فيمكنك المشاركة في المسابقة التي تنظمها مدونة شروحات. رابط المسابقة ستجده أسفل الفيديو. لنمر الآن إلى شرح الطريقة الأولى. أولا نقوم بالدخول إلى منصة دوغر، ثم ندخل إلى المدونة، نختار قالب، ثم تحرير HTML، ثم نضغط على Ctrl F ونبحث عن هذا الكود. ثم نقوم بنسخ هذا الكود ووضعه فوق الهيد مباشرة، ثم نقوم بحفظ النموذج. والآن بعد الحفظ سنجد بأن النص لا يمكن تحديده، وهذا يعني أن الطريقة قد نجحت. الآن نقوم بمسح الكود لننتقل إلى الطريقة الثانية. نقوم بحفظ النموذج. الطريقة الثانية هي الذهاب إلى تخطيط ثم إضافة أداة، ثم نقوم باختيار HTML JavaScript، ثم نقوم بوضع هذا الكود. رابط تحميل الأكواد ستجدونه أسفل الفيديو. ثم نقوم بالضغط على حفظ، ثم حفظ الترتيب. نقوم بتحديث الصفحة، والآن عند تحديد النص وعند الضغط على الزر الأيمن تنبثق هذه الرسالة: عذرا، النسخ ممنوع. وبهذا تكون قد نجحت الطريقة. أتمنى أن يكون الشرح قد نال إعجابكم. إن أعجبك الشرح لا تنسى الضغط على لايك، وإن لم يعجبك لا مشكلة في الضغط على ديسلايك. لا تنسى زيارتنا على موقع شروحات والانضمام إلى صفحتنا على الفيسبوك، ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا الجديدة على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.